في أنواع كتيرة قوي من استراتيجيات الحروب، سواء استراتيجية الهجوم أو استراتيجية الدفاع. ومن ضمن استراتيجيات الهجوم في حاجة اسمها الحرب الخاطفة أو حرب البرق، اللي هي بتتم في لحظة، بتبقى هجوم كاسح وخاطف. ومن الناس اللي برعت في الحرب الخاطفة هم الألمان. والحرب الخاطفة هي إن عبارة عن إن الجيش قوات المدفعية بكثافة كبيرة تضرب على خطوط وحصون العدو، ويدخل الطيران الجيش بالقاذفات وينزل قنابل استراتيجية قوية تدمر أكتر في دفاعات العدو، ويدخل معاها على طول طيارات هجومية بتقدر تضرب في أماكن محصنة وأماكن استراتيجية، وفي نفس الوقت مدرعات وقوات مشاه الميكانيكا بتدخل من تحت. كل ده بيحصل غطاء جوي، تعمل الهجوم، تكتسح، تدخل في الأراضي العدو اللي هي عايزة تدخلها. الكلام ده كله بيتم في خلال ساعات. والروس عملوا خطة بديلة، الخطة دي الدفاع الأوسط. يعني في معركة ستالينجراد طبعا الألمان دخلوا دكوا ستالينجراد، لكن في نفس الوقت الروس كانوا بيعملوا خطة الدفاع الأوسط، يعني ان هم يعملوا عبارة عن نص دايرة محوطة، ويخلوا الألمان يدخل جوه ويبدأوا يعملوا عملية حصار عليه، وتبدأ. واللي حصلت كانت حرب شوارع. حتى الروس اللي هو الجيش الأحمر عمل خطة قدام الجيش السادس الألماني، خطة محكمة، ودخل على الجيش الروماني اللي كان بيهيئ للجيش السادس الألماني، إلى أن الروس قدر أنه يستنزف الألمان في موقعة ستالينجراد، اللي هي بتعد من أقوى وأشرس المعارك الحربية في التاريخ. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيلكم للفيديو. بعد الحرب العالمية الأولى نقدر نقول إن فرنسا رغم انتصارها الكبير في الحرب العالمية الأولى على الألمان، إلا إن فرنسا فقدت أرواح كتيرة جدا في الحرب العالمية الأولى. والحرب العالمية الأولى بعد معاهدة فرساي والشروط التعجيزية اللي عملتها فرنسا على الألمان، كانت برضو فرنسا مش مطمئنة للألمان، رغم موافقة الألمان على كل الشروط التعجيزية اللي فرنسا فرضتها على الألمان. وده بيرجع عندنا لسببين. السبب الأولاني إن فرنسا استقطعت بالفعل جزء من الأراضي الألمانية اللي هي الألزاس واللورن، ودي تعتبر إقليمين كانوا مهمين بالنسبة للألمان، وفرنسا استقطعتهم من الألمان. والسبب الثاني إن معروف في تاريخ الحروب في أوروبا كلها والحروب اللي كانت ما بينهم، إن الألمان ما كانوش بيسكتوا على حقهم خالص. فلذلك رغم كمان حصل عدد كبير قوي من فقد الأرواح في الفرنسيين، قررت السلطات العليا الفرنسية بإجماع مجلس النواب الفرنسي وإجماع الشعب هناك إن هم يعملوا خط دفاعي قوي وحصين جدا، بالأخص إن هم عارفين كويس قوي إن الألمان عندهم استراتيجية الحرب الخاطفة، فكان لازم يعملوا خط دفاعي يقدروا إن هم مش يوقفوا الحرب الخاطفة بتاعت الألمان حتى لو عملوها، بل ان هم يقدروا يوقعوا الجيش الألماني في أكبر هزيمة ممكنة إن حاولت الهجوم على فرنسا. وابتدت فرنسا تنشئ في أكبر خط دفاعي اسمه خط ماجينو. وخط ماجينو هو كان ممتد لغاية سويسرا وبلجيكا، كان ممتد على مسافة كبيرة، وكان عبارة عن خريطة معقدة جدا من الألغام. ده بالإضافة إن في تعتبر مدينة عسكرية كاملة تحت الأرض، في قطارات ماشية تحت الأرض عسكرية تقدر إن هي تعمل امداد وتمويل للقوات، في دوشم محصنة ضد الدبابات وضد القاذفات وضد الطيارات وضد المدافع، في قاعدة عسكرية مهولة في خط ماجينو، بحيث ان اللي ما يعرفش كل تفاصيل الخط الدفاعي بتاع ماجينو يستحيل ان هو يخترق الحصن ده. و
وفي نفس الوقت كان عندنا واحدة سويسرية كان اسمها كارمن موريه. وكارمن موريه اتولدت في سويسرا سنة 1906، نشأت في سويسرا من أسرة سويسرية لكن كانت ميولها دايما منحازة إلى الألمان. كارمن موريه اشتغلت صحفية واشتغلت كمان في جريدة الجارديان إلى إن جه سنة 1932 وفضلت اشتغلت في صحيفة ألمانية. فضلت فترة في صحيفة الجارديان، كانت اسمها أصلا الأول مانشستر جارديان، وبعد كده اتنقلت في صحيفة ألمانية. اتنقلت سنة 1932 وفضلت تشتغل فيها لغاية 1937. فأثناء عملها كانت ارتبطت بواحد ضابط في الاستخبارات الألمانية الجستابو، كان اسمه هانز، وقلبها اتعلق بيه قوي. وهانز نقدر نقول انه عمل لها هو ومجموعة الضباط اللي في الاستخبارات الألمانية بعض الاختبارات، ولقوا عندها انحياز كبير قوي للألمان وللنازية، وبالتالي وأثناء ما كانت صحفية عينوها تبع الاستخبارات الألمانية في سنة 1934. وكانت المهام بتاعتها هي مراقبة بعض الكتاب والسياسيين داخل ألمانيا، ونجحت ببراعة على إن هي تنفذ كل المهام. خط ماجينو ده يعتبر قلق الألمان، لأن كمان الفرنسيين قدروا إن هم ينهوه بالكامل على أوائل الأربعينات وأواخر التلاتينات. فالألمان عايزين يعرفوا كل تفاصيل بتاع خط ماجينو، مش هيعرفوا يدخلوا فرنسا غير بكل التفاصيل عن خط الدفاعي الفرنسي. فلجأوا لكارمن موري إن هي تدخل جوه فرنسا وتعرف كل التفاصيل. قدروا إن هم يوفروا لها كل الفلوس، ودخلت جوه فرنسا على إن هي مواطنة سويسرية، ومع مجموعة دفع كبيرة قوي من الفلوس في خلال أسابيع بسيطة قدرت كارمن موري بمجموعة المفاتن بتاعتها والعلاقات بتاعتها وذكائها الشديد، لأنها صاحبة ذاكرة حديدية. كارمن موري كانت ملقبة بالملاك الأسود وملقبة بصاحبة الذاكرة الحديدية، كان ليها أكتر من لقب الحقيقة. قدرت في خلال أسابيع بسيطة، يمكن في خلال 6 أسابيع، انها تتوغل في كل المجتمع الباريسي، وقدرت ان هي تعرف مجموعة كبيرة من القادة العسكريين والسياسيين الفرنسيين، بل ان هم كانوا بيتباروا ويتنافسوا على ارضائها باي شكل. كارمن مورين نقدر نقول انها كانت بتمتلك السلاح المعتاد لاي جاسوسة، الا وهي مفاتنها وجمالها، السلاح الاستراتيجي القوي اللي دمر بلاد كتيرة على مر التاريخ. الا ان كارمن موري من خلال علاقاتها ابتدت تبين ان هي، انا حسيت بملل من المجتمع الباريسي، خلوني ان انا اروح الريف الفرنسي، خلوني ان انا اتفرج عليه. بقوا القادة العسكريين بياخدوها ويقربوا من خط ماجينو، فهي بقت قريبة قوي من خط ماجينو، وبالفعل ان هي قدرت تبقى عند خط ماجينو، وقدرت ان هي تعرف كل الخطط والاسرار والاماكن السرية والاماكن الاستراتيجية والحياة بتاعت خط الدفاعي الفرنسي اللي امام الالمان. واحدة انثى استطاعت ان هي تعرف كل الحاجات دي من خلال استخدام اقوى سلاح عندها، وبالفعل بقت بتبعت التفاصيل لرؤسائها في برلين بشكل كانوا مندهشين لمدى دقة المعلومات والوصف الدقيق للغاية عن خط وتوصيف خط الدفاعي ماجينو، لدرجة ان هي قدرت توصل لهم انواع الدشم وانواع الاسلحة واعداد الجنود واعداد الضباط، وقدرت تحصل على الخريطة بتاعت الالغام. ما سابتش حاجة الا ما وصلتها للالمان. فضلت لمدة سنة، في خلال السنة نقلت الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية اللي جوه فرنسا في قلب الجستابو او الاستخبارات الالمانية.
في مرة من المرات كان نقدر نقول انها حصل لها نوع من الغرور، ودي مشكلة بيعاني بعض منها من عملاء الاستخبارات اللي لما بيبقوا متمكنين بدرجة كبيرة ممكن ينتبهم الغرور، والغرور اللي بيوديهم في مصائب. كانت سكرانة، وكان بالصدفة في 2 رجال من الاستخبارات الفرنسية كانوا في الفندق، وهي قاعدة وسكرت واتفتح الكلام حواليها من نشوب الحرب وان الالمان هيهجموا، وخدت الموضوع بسخرية وقعدت تقول الجيش الالماني ده قوي وي وي وي، ووقعت بلسانها راحوا ماسكينها كده وحطوها على واحد من أسوأ المعتقلات الفرنسية. والكلام ده كان في سنة 1938، والمعتقل ده كان اسمه بوتيت روكات، وكان واحد من أسوأ زي ما بقول لكم المعتقلات الفرنسية على الإطلاق. وفي 1940 تم الحكم عليها بالإعدام شنقاً، ودي كانت فاجعة بالنسبة لها. من الواضح ان هي عملت لعبة معينة، من الواضح ان هي حاولت ان هي تتلاعب بالاستخبارات الفرنسية، لان الرئيس الفرنسي بمجرد صدور الحكم عمل قرار رئاسي وتدخل وخلى الحكم من اعدام الى السجن مدى الحياة. وواضح ان هي كانت بتعرض عليهم ان هي تكون عميلة مزدوجة، ودي عملية علشان تقدر ان هي تخدع بيها الاستخبارات الفرنسية، لان بعد كده حسبت لكم ان هي كانت نازية وكانت مجرمة قد ايه. بعد ما هي فضلت محبوسة بعدها بست اسابيع فقط دخلت القوات الالمانية وحررتها من المعتقل ده، بل ان هم استدعوها في قلب المانيا في برلين، لقوها عملت خدمات جليلة الى النازية والجستابو والقوات الالمانية، فقالوا لها احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في هولندا وعندنا مشكلة في بلجيكا. المشكلتين دول بيتركزوا ان في نوعين، في ناس من المقاومة قدام النازية عندنا، فاحنا عايزين نعرف اعضاء المقاومة دي ايه. وقدرت ان هي رحلت هولندا ورحلت بلجيكا، وفي كل دولة كانت بتعرف نفسها على ان هي فرنسية هربانة من الالمان، وان الالمان قتلوا اهلها، وبتقدر ان هي تتوغل في كل المقاومات السرية والمنظمات السرية سواء في هولندا او في بلجيكا، وتعرف كل القيادات اسمائهم عائلاتهم. وطبعا الاستخبارات الألمانية ما كانتش بترحمهم، سلمت أعداد كبيرة بتصل إلى المئات من حركات المقاومة اللي بتقف قدام النازية، سلمتهم للجستابو، اتخذوا على معسكرات اعتقالات أو معسكرات الإبادة والقتل اللي كانوا بيعملوها الألمان. فعلا نقدر نقول إن هي كانت محترفة في السادية بمعنى الكلمة. حصل بعد كده إن هي بعد ما عملت الخدمات دي حصلت مشكلة ما بينها وما بين أحد الضباط في الاستخبارات. نقدر نقول ان هو ما كانش اجراء تعسفي، ولكن هي نوع برضو من الخدمات اللي كانت بتعملها. كارمن موري راحت على واحد من اشد المعتقلات تعذيب للسيدات. المعتقل ده هو المختص باللي كان جواه كل الناس اللي بتعارض النازية، او من الجواسيس اللي هما كانوا تبع دول الحلفاء، او من اي شخصيات كانت من تبع دول الحلفاء اللي بيتم اسرهم. وكانت كارمن موري معروفة ان هي عندها سادية في التعذيب باساليب وحشية للغاية، لدرجة ان هو كان الناس كلها سمعوا عن واحد اسمها موري، دي اشهر واحدة في التعذيب. الرجال نفسهم ما كانش عندهم القلب ان هم يعذبوا زي ما كارمن موري كانت بتعذب في الناس جوه المعتقل ده، الى ان حصل ان المانيا اتهزمت ودخلت روسيا، فهربت مع السجانات اللي كانوا موجودين في المعتقل. ولما هربت هربت على المانيا الغربية، ودخلت كانت طبعا الانجليز في كل حتة وكانوا موجودين، ونقدر نقول ان المانيا خلاص بتنهار. عرفت نفسها للانجليز بجواب السفر مزيف على ان هي فرنسية، وقالت لهم ان انا كنت معتقلة جوه المعتقل ده، وممكن ان انا اساعدكم واعرفكم السجانات والناس المسؤولة عن تعذيبنا. وكانت بتطلع في حملات مع الاستخبارات الانجليزية، والاستخبارات الانجليزية بلعت الطعم تماما ان هي واحدة كانت فرنسية ومعتقلة، وكانت كمان بتقدر ان هي بذاكرتها تعرف السجانات اماكنهم، وتخلي الاستخبارات الانجليزية من غير ما يشوفوها تخلي الاستخبارات الانجليزية يمسكوها. الى ان في مرة من المرات كانت ماشية في الشارع، فشافت واحدة فراحت نادها عليها، السجانة دي شافتها اللي كانت زميلتها قالت لها موريه
فكل الناس بصوا لها كده الاستخبارات موريه، ده الاسم ده احنا بنسمع عنه بس ما نعرفش ملامحها. كارمن موريه دي عامله ازاي؟ مسكوا السجانه غسلوها وقدروا يعرفوا منها كل المعلومات، وصرحت وقالت ان هي دي كارمن موريه. وكارمن موريه في سنه 1946 اتقدمت للمحاكمه بتهم التجسس لصالح الجستابو، انها وراء مقتل المئات العشرات والمئات من المقاومة اللي كانت في بلجيكا وكانت في هولندا، وان هي كانت سبب في تعذيب المئات من الاشخاص داخل المعتقلات ونقل معلومات، كان عليها تهم كتير. طبعا في سنة 1900 في الوقت ده كان في محاكمات جامعية لكل النازيين، وفي سنة 1947 تم الحكم عليها بالاعدام شانكون، حيث ان هي مواطنة سويسرية ما غلبتش برضه، حاولت ان هي تقدم التماس ان يتخفف الحكم، الا ان سويسرا نفسها رفضت تماما اي التماس، ولان هي مرضيتش ان اي حد يعدمها خالص قدرت ان هي تغافل الحراس وقطعت شرايينها وماتت في وسط دمائها. كارمن موريه واحدة من الشخصيات اللي في ناس كانت بتتمنى الموت ولا ان هما يكملوا حفلة التعذيب اللي كانوا بيشوفوه منها. كارمن موريه فعلا واحدة من ضمن النازيين اللي مارسوا كل أنواع التعذيب والسادية على البشر. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم، وشكرا جدا جدا على تشغيل حضراتكم للفيديو. وطبعا مش هوصيكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك أول مرة تشوفني وتشرفني في القناة تشرف وتشترك بالقناة، واشوفكم على خير. السلام عليكم.